فالأشاعرة من أهل السنة طبعا، يقينا من أهل السنة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا مدرس يقول إن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، وإن تأويلاتهم في الصفات لا تخرجهم من دائرة أهل السنة، فهل قوله صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب، ليسوا من أهل السنة والجماعة. كيف يكونوا من أهل السنة والجماعة وهم مصدرهم علم الكلام وعلم المنطق، وأهل السنة والجماعة مصدرهم الكتاب والسنة؟ ما هم من أهل السنة والجماعة. اللي يقول هذا كذاب ولا جاهل ما يدري. نعم.